هتيجي عند موقع اسمه جورو 99، تدوس على لايف بروجكت. هنا عندك لايف تيستينج بروجكت ولايف تيستينج 2، يعني مشروعين. تعال نشوف الاول. هتبدأ تدخل الايميل بتاعك هنا، وهو يبعت لك على الايميل على طول. تعال نشوف. اهو جورو 99 بعت لك بروجكت بكام. تمام، هتضغط هنا. طبعا دي الاس ار اس دوكمنت، ودي التست كيس تمبلت بتاعتك. وتبدا تشتغل بقى. ودي التست كيس تمبلت بتاعتك، وبس تبدا تشتغل اول مشروع في مجال التستنج. وبعد ما تخلص اول مشروع ما تنساش تشوف تاني مشروع لايف تيستينج 2، وهكذا نفس الحوار اللي عملناه في البروجكت الاول وبس. بالمناسبة ان احنا بنتكلم عن اللايف بروجكت في موقع جورو 99، ففي مشروعين سيلينيوم تبع الاوتوميشن. طبعا السيلينيوم بتست الويب ابليكيشنز، فانت عندك مشروعين فيهم، وبرضو عندك مشروع موبايل تيستينج، وبرضو عندك اجايل تيستينج. فانت بس ابدا اتعلم اي حاجه وابدا طبق على المشروع بطريقه عملي من موقع جورو 99 وبس. بالتوفيق باذن الله.